يباح للصائم أشياء مباحة للصائم. يباح له أن يغتسل. لا إشكال في أي وقت يغتسل يصح. يتبرد يعني يدخل في الظل أو يشغل المكيف أو المروحة لا إشكال. ينام لأن بعض الناس يظن أنه إذا صام لا ليس له أن ينام. يبلع الريق لأنه هنا الآن ما أدخل شيء إلى جوفه. نعم يصح للمرأة أن تذوق الطعام للحاجة فقط، ذوق الطعام لكن للحاجة، ذوق ليس أكل. نعم يباح السواك استعمال هذا عود الأراك، السواك جائز سنة. فرشاة الأسنان استخدمها قبل صلاة الفجر. نعم